تنويه كده صغير، الفيديو ده ما ينفعش للأطفال أو اللي سنهم صغير بسبب القناة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. السلام عليكم أصدقاء المحترمين، أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة مع منعم. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي البداية حابب أشكر كل الناس اللي كانت موجودة معايا في حلقة امبارح بسبب الدعم اللي حضراتكم قدمتوه لقناة علي هشام. الحمد لله، يعني ما شاء الله خلاص، يعني داخلة على 1000 مشترك، وان شاء الله ربنا يكرمه هيحقق الشروط. والنهاردة القناة اللي معانا يعني المشوار مش هيبقى طويل ابدا بالنسبة لها ان شاء الله، لان المحتوى برضو كويس. والقناة اللي معانا قناة اخبار اليوم، المحتوى شبيه للمحتوى اللي بيتقدم على القناة هنا، وكمان بيتقدم بقى يعني محتوى رياكت بس بشكل كوميدي حبتين. انا عارف ان انا اصلا يعني انا مش كوميدي ولا دم خفيف ولا حاجة، ولكن المحتوى عنده هو بقى كوميدي حبتين كده، وبيقدمه بشكل كويس وهو شاب صغير. فياريت ياريت لو تروحوا على قناة اخبار اليوم ان شاء الله كده بقى يعني اثناء الفيديو او بعد الفيديو، وتتفرجوا على القناة دي. ان شاء الله هتعجبكم، وياريت لو تشتركوا فيها والقناة دي تكبر بيكم ان شاء الله. طيب النهاردة كلامنا عن الدكتورة علياء الشهابي. طيب الدكتورة دي يعني انا اشك 1000000% اصلا ان دي دكتورة، لان اي حد يعني انا ممكن اعمل اكاونت باسم دكتور منعم، المهندس منعم، اعمل اي اكاونت عادي جدا. ما هو اليوتيوب ما بيجيش مثلا يتحرى بقى ويقولك ده دكتور ولا مش ما بيقدمش اي حاجة، وإلا يبقى في قيود كبيرة على اليوتيوب. يا ريت يبقى في قيود بصراحة، يعني ليه؟ لان الواحد بيستغرب لما بيشوف محتوى زي ده، والمحتوى ده كمان اليوتيوب بيدعمه، يعني انت بتلاقي فيه حاجة كبيرة كده بالنسبة للمشاهدات اللي بتنزل عليه. يعني القناة دي انا مش جاي اشهرها، يعني القناة دي اصلا يعني المشاهدات بتاعتها معدية ال 2 مليون وشوية، وياريتها مثلا قناة واحدة، لا ده عاملة واحدة تانية يعني عربي وانجليزي. فانا استأذنكم في البداية كده، الحمد لله احنا لما اتكلمنا على قناة الله جل جلاله وحضراتكم كنتم يعني فوق التوقعات، والقناة فعلا خلاص اتبلغ عنها وتوقف عنها كل الفيديوهات اللي موجودة. كذلك انا اتمنى كده، وانا كل ثقة في ادبكم واحترامكم، ان انتم هتخشوا القناة دي مجرد بس ما هتشوفوا العناوين بتاعة الفيديوهات، لان انا اسف انا مش هقدر انطقها اصلا، يعني انا مش هقدر اقولها هنا، لان الكلام اللي فيها كلام شوارع، يعني كلام اللي هو ما ينفعش حتى يتقال بين اتنين صحاب محترمين وبعضهم بين بنات وبعضها، ما بالك بقى مش بيتقال بس، ما بالك ده بيخش بيتنا. والكبار مثلا ممكن يكون عندهم وعي بحاجة زي دي، او فاهمين ان الكلام ده كلام بس يشد للفرجة، او كلام بس وقح وقليل الادب وما ينفعش يتسمع، وايه السفالة دي وكل ده. لكن الخوف كله مش على الكبير، الخوف كله على اخويا الصغير، على ابني، على ابنك، على اختي، اختك، بنتي، كل الكلام ده احنا بنخاف على دول، لان هم دول ما عندهمش المعلومات الكافية عن الموضوع. والناس دي بداعي اللي هي التثقيف بقى، وان هي تعلم وتفهم، بتطلع تضر بالمجتمع بالشكل ده. طيب القناة دي ابتدت ازاي؟ ابتدت برفع فيديو عادي جدا مش ليها هي، فيديو جايباه من قناة تانية وخدته وحطته عندها. الفيديو ابتدى يجيب لها شوية مشاهدات، وده اول فيديو ليها وجاب عدد كبير من المشاهدات. بالنسبة لانه اول فيديو يعدي 9000 مشاهدة، فبالنسبة لهم قالوا لا ده احنا المجال ده كويس ونشتغل عليه. اليوم رح نحكي عن الوضعيات اللي بيسمحوا لتحفيز البظر اثناء العلاقة الجنسية. أول وضعية هي الوضعية الخلفية اللي بتسمح للرجل أنه يمد إيده، لأنه رح يكون وراء المرأة، يمد إيده ويداعب البظر بصبيعه. أي نعم، الفيديو مش يعني مش محترم، ولكن الكلام اللي فيه يبدو إلى حد ما كلام علمي. يعني لو أنا حتى معترض على مثلا الدكتورة هبة قطب، ففي ناس كتير جدا موافقة عليها وموافقة على الشكل اللي هي بتتكلم بيه والطريقة اللي بتتكلم بيها.
ده فيديو زيهم كده. ولكن انا اللي عايز اقوله ان لقيت بقى ان في مشاهدات على الفيديو، قامت جايبه فيديو تاني بس حد تاني، دكتوره تانيه بتتكلم بس بطريقه برضو علميه، يعني بطريقه ما فيهاش اي حاجه خارجه عن النطاق العلمي وكلام علمي برضو، وبرضو بنفس نظام الفيديو اللي قبليه. النهارده عايزه اتكلم على الجنس الشرجي. ايه الجنس الشرجي ده؟ هو ممارسه العلاقه الجنسيه من الخلف. وبالمناسبه الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده جايب حوالي 300,000 مشاهده. طيب لك ان تتخيل، طيب ال 300,000 مشاهده دول كانوا بسبب ايه؟ بسبب عنوان الفيديو. للاسف انا مش العنوان اللي هو اللي تحت، لا العنوان اللي مكتوب في الصوره المصغره، لان هي كاتبه كلام في الصوره المصغره يعني، ولا انا اقدر اقوله. ويعني اتمنى ان حضراتكم لما تدخلوا على القناه دي، مجرد بس ما تشوف العناوين خش عن الفيديو وبلغ ان انت بتخش كده، بتدوس على التلات نقط اللي جنب الفيديو وبتدوس على كلمة ابلاغ، وبعدين بتدوس على محتوى جنسي في اي دقيقة فيه. ومع كتر الابلاغات، عشان الناس اللي بتخش في الكومنتات تقول لي طب وانت ما بلغتش ليه؟ والله انا عن نفسي ببلغ، لكن البلاغ واحد ما يكفيش، 2 3 4 محتاجين كتير من البلاغات عشان خاطر القنوات دي تتقفل. طيب في حد تاني بيطلع يقول لي برضو ملحوظة مهمة جدا، طب وانت كده، انت كده يعني حليت الموضوع؟ لا انت كده، ما هو باللي انت عملته ده هيفتحوا قناة تانية والقناة التانية هتكبر. خلاص احنا نفسنا طويل والناس المحترمة كتير. انت صح، واحنا ما عرفناش نحل الموضوع، لان الناس دي ما نقدرش ان احنا نجيبهم نعرف هم منين، ساكنين فين، هم مين دول. ولكن النقطة كلها ان لو حتى هو تعب بعض الشيء في تسجيل الفيديو والاعداد والكلام اللي بيتقال فيه والحاجات دي كلها، او هي تعبت بالادق يعني، لانها بنت مش ولد، تعبت في كل اللي عملته ده، وتعبت عشان خاطر تبني القناة وتعمل اللي بتعمله ده كله. فبعد التعب ده كله ادي القناة خلاص نزلت على مفيش، لسه تبدأ تاني، وكل ما تبدأ تاني احنا مش هنسمح بحاجة زي دي تبقى موجودة، لان ده عيب، وعيب كبير قوي ان حاجة بالشكل ده تبقى موجودة. طب يجي واحد يقول لي ايه، طيب هو فين العيب؟ اما اصلا في اللي بيتقدم ده كل ده كلام علمي. لا، ما هو الموضوع ده كان اول فيديوهين بس، الموضوع خرج بره النطاق العلمي، والاتنين اللي كانوا بيتكلموا دول مش هم دول صحاب القناة اصلا، ولا ليهم دعوة بالقناة. ده جت واحدة، مش عايز اقول لفظ خارج والله، لكن جت واحدة اللي هي من الناس اللي هي البنات اللي هي اللي تبقى شغالة شغلانة مش كويسة ابدا، وتبدأ تتكلم على العلاقات بين الراجل والست بس بشكل اللي هو يعني بنات قاعدة في شقة مفروشة بيتكلموا مع بعض، وكل ده تحت داعي التثقيف، وانها تفهم الشباب اللي مقبل على الزواج او اللي محتاج معلومات، وكأن خلاص المعلومات كلها وقفت عند حد زي ده ان هو يدينا معلومة بمنتهى السفالة والوقاحة كده. فيعني خدوا بس عينة كده من الفيديوهات، انا هقدر يعني هنقي اكتر حاجة محترمة ممكن تكون موجودة داخل الفيديو. يعني ازاي تحط صباعك في المهبل بتاع مراتك عشان تتوصلها لاكبر؟ طبعا حضراتكم مش محتاجين اقول لكم الفيديو ده جايب مشاهدات قد ايه، او ان العنوان اللي موجود في الصورة المصغرة او الكلام اللي مكتوب في الصورة المصغرة ممكن يكون شكله عامل ازاي. انا والله مش هقدر اقوله، انا اسف، ولكن اللي هي لقيت الموضوع مشي معاها بشكل كبير جدا، فابتدت بقى تتكلم عن يعني الجماع بكل اشكاله بقى، يعني تلاقيها بتتكلم وبتألف بقى يعني، وتتفنن بقى في الحاجات دي، وتقعد تخش زي ما بقول لحضرتك كده كأنها قاعدة في شقة مفروشة. فاهم حضرتك قصدي من الكلمة؟ فكتير قوي في التعليقات كلموني وقالوا لي على جماع الحكاوي او الحكايات، العلاقات الحميمة يدوبك ما بيدخل ويطلع وينزلهم وهي خلاص مش بتبقى مستمتعة والكلام ده. وكمان تخش بداعي الثقافة برضو، يعني لو حتى في ناس متجوزين ومحترمين، لا تخش بداعي الثقافة وتكلمهم عن جماع الشتايم، يعني حاجة كده اللي هو ايه، يعني لو انت محترم لا خش وشتم واعمل
يعني مش بس الموضوع قاصر على الناس اللي هم الاطفال او الناس اللي في سن المراهقة او مرحلة ما قبل الزواج، لا دي كمان اللي بعد الجواز، يعني بتدعو لحاجة مش حلوة ابدا، وكأنها حاجة لازم نجربها ودمها هيبقى خفيف والكلام الفاضي ده كله. وبالمناسبة بس حابب اقول حاجة، ان هي بتحط صور لناس، وحاطة صورة ليها في صورة القناة. انا يعني انا متأكد ان الصور دي مش صورة صاحبة القناة نفسها، لان الصورتين اللي موجودين دول اللي هي في الفيديو اللي فات او في الصورة اللي هي حطاها على القناة، الصورتين دول استحالة ان يكون دي صورة الدكتورة، والا يبقى خلاص اتعرف هي مين. فهي استحالة ان هي تعمل حاجة زي دي، ولكن هي بالعكس هي ممكن تكون بتشهر بناس، سواء بقى تقصد او ما تقصدش، هي كده مشهرة بناس وحطاهم على اساس ان اللي انا شفت دي بديع علياء الشهابي. فهي الموضوع يعني حاجة صعبة قوي. انا عايز ازود لحضراتكم الموضوع، ان الناس بتكلمها ان لا انت بدل ما بتتكلمي، وكأنها هي يعني زي ما انتوا حضرتك شايفين الطريقة بتاعتها كده، ان هي بتتكلمش اصلا بطريقة علمية ولا اي حاجة، لا ده الناس بقى بتخش اتكلمي بالطريقه العاميه، واتكلمي بطريقتهم. هي بتتكلم كده، يعني هي بتتكلم كده، وكمان بتقول لهم لا ده احنا بنعمل ثقافه، احنا بنعملش محتوى اباحي، احنا المحتوى بتاعنا محتوى كويس، وشايفه ان هي صح في اللي بتعمله. يعني دي من اغرب يعني الغرائب، ان هي شايفه ان ده مظبوط 100%. طبعا هو يعني خلاص العلم ده او النقطة دي بالذات ما ينفعش نستقيها الا من خلاص عن طريق اليوتيوب. طب وهو الناس اللي قبل كده في السنين اللي فاتت والقرون اللي فاتت منذ بدء الخليقة كده، هو ايه اللي حصل؟ يعني مين اللي علم الناس حاجة زي دي؟ خلاص هي الدنيا بتتطور، ما هو الرجل وهي المرأة، الدنيا ما بتتطورش ولا حاجة. لكن لو في مشاكل فالمشاكل بتبقى يعني معروضة وبيبقى ليها حلول، مش هنقعد نستقي الحلول من ناس يعني أشباه اللي بيبقوا موجودين في الشقق المفروشة، أو الناس اللي هم بيمارسوا الرذيلة أو الحاجات اللي هي ما تنفعش. فحضرتك ده مش مبرر أبدا لوجود قناة زي دي على اليوتيوب أو في أي حتة عموما. ممكن تلاقي قناة زي دي يعني، وبعدين منتشر أكتر من قنوات كتير جدا بتقدم حاجات محترمة. فرجاءً من كل اللي موجودين معايا هنا أو كل اللي هيشوف الفيديو ده، ياريت تدخل على القناة دي وتبلغ عنها. أنا آسف لو أنا طولت عليكم أو كان في داخل الحلقة شوية حاجات مش لطيفة أبدا غير اللي حضراتكم متعودين عليها، بس اعذروني يعني. كان لازم أعرض حاجة من باب التوثيق بس والمصداقية، لأن الناس ما بتصدقش أبدا غير لما تشوف، وأنت بتقعد بتتكلم كتير وما بنشوفش حاجة. فعلا أنا هو عرضت، بس دي يعني أنا آسف إن أنا بعرض حاجة زي دي بس. وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.